يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الجولة الرقم 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022 أمام نظيره الاتحاد السكندري بملعب برج العرب بالإسكندرية مساء غد الثلاثاء. يدخل الزمالك المباراة وهو معتلياً قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحل الاتحاد في المركز 11 ب15 نقطة. وتعتبر المواجهة هي الثانية للبرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك أمام عماد النحاس المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري، وسبق أن تقابل الثنائي وبالتحديد في 25 من أكتوبر من عام 2015 خلال لقاء الزمالك وأسوان بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2015-2016 في مباراة احتضنها ملعب أسوان، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريقين تحت شعار لا غالب ولا مغلوب في الرهان بين فيريرا والنحاس. ويتجدد اللقاء من جديد وللمرة الثانية بين البروفيسور البرتغالي الذي عاد لأحضان ميت عقبة في ولاية ثانية وعماد النحاس بعد توليه قيادة فريق الاتحاد السكندري في مارس الماضي خلال لقاء الغد.